الدنيا يا استاذ طارق. اسمك ايه؟ اسمي بلبل محمد مرسي عبد العال. بلبل انت بلبل اهو. ازيك يا بلبل؟ تبعك يا جماعه؟ مراتك؟ ايوه. ازيك يا حاج؟ الحمد لله. طب انت بتعمل ايه يا عم بلبل؟ انا بصلح بواجير الجهاز والشيش للناس هنا. ما عادش فيه بوابير خلاص. والله في ناس غلابه كتير في البلد يا بيه. يعني ده بابور بايظ يعني؟ بايظ، كنت بصلحه من هنا اهو، والرجل والكلام ده. بتاخد كام بقى؟ والله على حسب شغله، في ناس بنبقى قريبين معانا بنشدش عليها. طب ما انت لازم تطور نفسك يا عم بلبل. والله بقى على قد كده، انا بقى لي كام سنه واقف هنا، 40 سنه ولا حاجه. شغلي على قد زي ما انت شايف حضرتك الصوره يعني. ولا محل ولا حاجه، واقف هنا بقى لي كتير. بتحبني عشان لساني حلو وشغل حلو. طبعا الشغلانه دي يعني عف عليها الزمن يا عم بلبل يعني. ايوه بيه صح حصل. بس في ناس بقى اغلبها بنقف معاها، اللي جايب باجور يصلحه بصلحه له. يعني انت بتلحم بوابير بس، مفيش حاجه تانية تلحمها؟ في شيشه جت واحد بيشرب في البيت بعملها له. شيشه تلحم الازاز يعني ولا لا؟ الشيشه الصاف دي. الشيشه. انت عندك كام ولد وكام بنت؟ ثلاث بنات ثلاث صبيان. وجوزتهم ولا لسه؟ في عيال اتجوزت، في اتنين معانا لسه ما اتجوزوش. دخلك كام بقى يا عم بلبل بقى؟ على حسب ربنا اللي يعني. النهارده ربنا رزقك في حوالي كام يعني؟ 50 جنيه. حلوين رضا. رضا جمال قوي، فضل وعد. بس البابور حلو في الشتاء صح؟ طبعا بيدفي، في ناس بتنام على صوته. والله الراجل يقول لي انا بنام على صوته موسيقى في دماغي. ده بكام ده يا عم بلبل؟ ده دلوقتي ب 300 جنيه. ده ب 300 جنيه؟ جديد، كان زمان رخيص. طب انا لو خدته دلوقتي بكام؟ لا ده بتاع زبون. زبون؟ نجيب لك واحد جديد نوفي. ده بتاع زبون بنصلحه. احنا ماشيين وبنقول زي ما انتم عارفين طريقه البرنامج. زي ليله القدر. شفنا الراجل الطيب ده عم بلبل. ازيكم يا رجاله؟ بتحبوا عم بلبل؟ بتحبوه؟ الناس تحبك هنا يا عم بلبل. الحمد لله لساننا حلو، ما نغلطش في حد، واقفين في حالنا. هنا المناطق الشعبيه الناس فيها كويسه، الناس جميله. طبعا من الحاجات الحلوه اللي عم بلبل انا شايف العربيه عليها علم مصر. كنت عاوز اساله هنا كده على الباب بمناسبه العلم اللي انت عامله ده، ربنا يكرمك. انت عامله عشان الحي ولا حبا ولا ايه؟ حبا. تعالى هنا. حبا في مصر. حبا في مصر، تعالى يا ست. عشان فيها حب واكل عيش. واسالك بقى اللي الف نشيد بلادي بلادي، محمد يونس القاضي، فاروق جويده، احمد شوقي. واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه، اختار. واحنا زي ليله القدر بنشوف مين اللي هيكسب معانا مين النهارده، مكتوبه له النهارده، مكتوب الجائزه الكبيره. رقم واحد. محمد يونس القاضي؟ ان شاء الله. يعني انت لو كسبت جائزه تعمل بيها ايه يا عم بلبل؟ والله كل خير. زي ايه؟ كل خير، هتمر على البيت وكده يعني. كنا بنسال مين اللي الف نشيد بلادي بلادي، وهي الاجابه محمد يونس القاضي، واللي كسب معانا عم بلبل من منطقه السيده زينب عن سيدي زين العابدين. فبنقول له مبروك، نسمع سقفه كبيره قوي. المنطقة كلها بتحبه، هتشوفوا أجمل هدية، أجمل مفاجأة. 100,000 جنيه بتروح لعم بلبل. 100,000 جنيه. إحساسك إيه ومعاك الجايزة دي؟ الحمد لله، أشكر ربنا على النعيم اللي أنا فيه. أشكر ربنا جامد إن أنا الناس بتحبني، هو ده أخلاق. بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه؟ فرحة يا أستاذ علام. فرحانة؟ فرحانة. ربنا حل مشاكلكم؟ يا رب يخلي بيتك الصحة يا رب. كان عندكم مشاكل يا ستي؟ الحمد لله والله. إيه المشاكل اللي عندكم؟ عندنا عيال لسه في التعليم، وعيالي على قد حالهم والله، الحمد لله والله. بس في الرضا. الحمد لله. في قناعة. لا رضا عند ربنا. الحمد لله والله، الحمد لله، نحمد ربنا والله. ايه الفرحه دي؟ فرحك النهارده ولا ايه؟ الحمد لله. وهنا ملا زهره تاني. ايوه يا رب. الافراح الحلوه هنا في منطقه السيده زينب. بنكمل معاكم ليلتنا، بنكمل معاكم فرحتنا. انتظروا كلام من دهب 2021. صور نفسي بقى، صور نفسي. صوروا يا استاذ سارة علام، نورنا في حي. صوروا. عايز صورتك 5 دقايق. صورهم بقى يلا. طيب